المسيرة آيرش 2 تمتلك قابليات فريدة ولديها قدرة إعادة تحديد الهدف قبل إصابته. السلام عليكم أصدقائي، اليوم سنتحدث عن المسيرة الانتحارية آيرش 2. أكد العميد حي دري أن القوة البرية لديها الجهوزية في إنتاج واستخدام المسيرة آيرش 2، وقد ضمت للقوة البرية فعلياً وسيكشف عن قابلياتها في المناورات القادمة. ومن خصائصها أيضاً دقة إصابة الأهداف، وتحديداً كدقة إصابة الأهداف لدى صاروخ فتح. وبين أن المسيرة آيرش 2 تتميز بإمكانيات فريدة وتستطيع إعادة تحديد الأهداف بشكل متعدد ومن ثم إصابتها. قال مسؤول عسكري إيراني كبير إن طهران طورت طائرات مسيرة انتحارية مصممة لضرب عمق إسرائيل. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المسؤول قوله إن الطائرة الجديدة أرش 2 هي من طراز نسخة مطورة من أرش 1 هدفها ضرب تل أبيب وحيفا. واستثمرت إيران موارد كبيرة في السنوات الأخيرة لتطوير مجموعة من الطائرات بدون طيار للتغطية على ضعف قوتها الجوية التي عانت من نقص قطع الغيار بسبب العقوبات الدولية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقال موقعاً والا العبري إن هذه الطائرات بدون طيار وصلت أيدي منظمات تدعمها إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وهددت طهران مؤخراً برد قاس على إسرائيل إذا هاجمت مواقعها النووية على خلفية الجمود في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. وتقلق الطائرات الإيرانية من دون طيار الولايات المتحدة التي اتهمت طهران بنقل طائرات بدون طيار إلى روسيا لصالح حربها في أوكرانيا. ولقد أثبتت هذه الطائرات الإيرانية الانتحارية من طراز شاهد 136 وآيرش 1 و2 فعالياتها في ميدان القتال.